من أكبر جريمة صارت بلبنان، أكبر انفجار يلي صار بتاريخنا، ثالث انفجار بالعالم كلياته. الدمار يلي صار 214 ألف قتيل، 6500 جريح، غير بقى الدمار يلي صار بالبيوت وبالمؤسسات والمستشفيات وكله. طبعا الإهراءات كان لها دور بمنع دمار أكبر شقفة من بيروت، بس بالنتيجة كلياتنا بنعرف إنه الشيء اللي موجود اليوم بما تبقى من الصوامع والحبوب يلي عم تتخمر ما بين الرطوبة وما بين الحرارة عم بيطلع بالآخر نوع من الانبعاثات يلي هي فعليا عم تضر بصحتنا، عم تضر بصحة أولادنا. وكلياتنا بنعرف إنه لما واحد بينزل، ونحن باللجنة بلجنة الأشغال الهيئة المنبثقة عن لجنة الأشغال نزلنا وعملنا زيارة، نزلنا وعملنا زيارة، أنا عم أقول لك نحن عدنا هنيك 40 دقيقة ما قدرنا نتنفس. لكن نحن بنعتبر بلجنة الأشغال والهيئة وخاصة اللجنة المنبثقة عنا واجب إنه بالآخر نشتغل نحن حتى نساعد أهل بيروت وننظف هالمشكلة اللي موجود عنا. يلي صار فيها بعض من زملائنا الأستاذ حصبيني أمن المواد يلي فعليا رشت على هالتخمير يلي صار تنخفف من الانبعاثات. بس طالما هالأشياء الموجودة هناك والحبوب يلي عم تتخبر موجودة هناك، فعليا إمكانية تعرض أولادنا وأهلنا للمشاكل الصحية رح تضلها موجودة. بمبادرة من مؤسسة مخزومي ومي موجودة هون تتوقع العقد، اتفقنا مع الوزارات المعنية، وهون بنحب نتشكر وزارة الأشغال وزارة البيئة ووزارة الاقتصاد والمؤسسات الثانية اللي ساعدت، لأنه بعت ثلاث معالي الوزراء كانوا كتير مهتمين تنوصل لها الحلول الموجودة حتى بالآخر نقدر نحل هالمشكلة بحل نهائي. تم الاتفاق إنه نجيب شركة يلي هي رح تشيل كل هالردميات، كل هالحبوب يلي عم تتفاعل وتتخمر، وأخذنا موافقة من السي دي آر وأخذنا موافقة من وزارة الأشغال إنه تنتمر بالكوستا برافا. هالشي بيتطلب بدنا نعمل 1200 نقلة، 30,000 طن مكعب من الحبوب والردميات الموجودة فيها، وقدرنا نتوصل إنه نعملها. ونحن اليوم قاعدين معكم تنقول مؤسسة مخزومي باسم اللجنة، باسم لجنة الأشغال واللجنة المنبثقة، وكمان باسم نواب بيروت، رح نقوم بالمبادرة لأنه بعتبر هذا واجبنا تجاه أهلنا وواجبنا تجاه بيروت وتجاه أولادنا، لأنه لا يمكن الوضع الموجود فيه. بقى بتمنى على الطرفين أنه يوقعوها تنبتدي شغل بكرة إن شاء الله. وأنا بعتبر هيدا الحد الأدنى يلي نحن كأولاد بيروت مجبورين تجاه أهلنا وتجاه أولادنا، لأنه ما بتصير الحالة الموجودة فيها. بنعرف أنه الحكومة اليوم ما عندها الكفاءات، بس بعتقد أهلنا وشبابنا ويلي ألا قادرين بهالبلد نحن مجبورين أن نوقف مع أهلنا حتى نعمل هالشغل. إذا حدا بيحب أكون عنده أي سؤال نحن مستعدين. طبعا سؤالك محله، باللجنة عم نشتغل اليوم انه هول يلي نشيله ويلي نعمله نوع من الاكسبوجر يلي بالاخر صار في عملية التخمير، بس هذا لا يمنع انه يلي موجودين جوا بمرحلة معينة بجوز يبلشوا يطلعوا لبرا حتى يصير فيهم نفس التخمير. هلا عم يندرس اول شيء تنتأكد من المهندسين، وهذا الشيء اللي اكدوا لنا وزارة الاشغال ووزارة البيئة، انه اذا كانت هالمبنى قادر يوقف على مثل ما هو ولا رح يكون خطر كمان للعملية التدمير. شي بنتأكد من هالموضوع بلشنا ندرس عملية كيف نسحب هالحبوب الموجودة برا ونخلص منها، لأنه بالنتيجة هيدا عملية وقت، أما صفي التخمير مثل ما صار بهالموضوع ما بنرجع نعيد المشكل يلي كنا اليوم متواجدين فيه، لأنه بعتد أهلنا ما بقى فيهم يحملوها. يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية. يا
إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك، كنا قد استمعنا إلى عملية نقل اليوم الردميات والحبوب من مرفأ بيروت إلى طبعا مطمر الكوستا برافا كما استمعنا في هذا المؤتمر الصحفي. هذه الأجواء من مجلس النواب، على كل حال النواب والجلسة نيابة، لأن جلسة اللجان النيابية لا تزال تبحث في موضوع الكابيتال كنترول اللي راح نشوف كيف راح توصل له النتيجة من بعد ما يتم البحث في عدة بنود اليوم كان هناك خلاف عليها. راح نعود لكم ببث مباشر لاحق. شكرا لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة جبيلي وربيعة عوق.